نعدل اول شيء السبيس كلهم نخليهم يصيرون سيدات كذي بيكون اوكي. إذن بنروح الحين حق الديليت. شلون بنسوي ديليت؟ الديليت بيكون موضوعه وايد اسهل لانه شنو مجرد بس بياخذ اي دي وبس بيسوي ديليت. خلينا نشوف الميثود. هاي الميثود الديليت مالنا بس مجرد بياخذ الاي دي وبيدور اذا موجود بيمسحه اذا مو موجود فش اسمه. خلينا نشوف الحين شلون بيكون. نحتاج يدخل الاي دي فخلينا ناخذ كوبي انتر ستودنت اي دي وناخذ هاي عشان ما نرد نكتب كل هاي نحطه تحت البريك. ليش هني قال لي ان انتجر ما يصير؟ لانه صايرين اثنيناتهم نفس المكان فيقول لي ما يصير تاخذ الانتجر تعرف الانتجر مرة ثانية. هني عندنا كذا حل. حل نغير اسم الفيريبل هني او نعرف دلين الاي دي. مثلا الاي دي دايما بيكون مشمول. بنعرفه وين؟ بنعرفه فوق يعني قبل الكيسز بنعرفه فوق مرة واحدة بعدين كل ماله نستخدمه. تمام؟ اعتقد يمكن هاي الحل الاضبط. ناخذ هني كوبي ونحط هني صفر او اي شيء لانه اول ما بيدخل بيكون في ريد فبنحط هني صفر وبنشيل الانتجر. اوكي الساعة هو يعني بياخذ الاي دي لانه شنو صاير انه بياخذ عليه بيقراه انه هالمكان في الادرس في الادرس ميموري كل ماله بيتغير مرة بستخدم حق الديليت مرة حق ذي. تمام؟ فالحين عقب ما ياخذ الاي دي حط الديليت. نقدر نخلي مسج ار يو شور مثلا اذا تبغون مثلا اشياء كذي ار يو شور خلينا نقول لأن ديليت فلازم الواحد يحاسب يعني إذا برنامج يعني البرنامج لازم يأكد عليه كذا مرة إنه هل تبي تمسحه أو لا. فاني نخلي له اي دي نكتب تحت بعدين هنا علامة سؤال ونحط نقدر نعرف شيء قراءة. زين مثلا نقول له string يا chart كل واحد chart خلينا نقول وهني بيكون شنو بنحط if statement. if statement بيكون بالضبط نفس شنو نفس اللي سويناه حق الكيس الاولي الانسر ولكن بنغير الانسر هالمرة الى delete. هني مثلا بيكون delete نحط هنا بعد يساوي بيكون ديليت. فهني سيدا نقدر نخلي السيستم دوت اوت ستودنت اي دي زائد اي دي حطاني مسافة فوق بعد عشان ما يلصق
الهاي، وهنا نكتب له removed يا delete، خلي يساوي، ونكتب الميثود هنا عشان نشوف هل بيعطيني true or false. هني بنقول زائد و restore.deleteStudent ونعطي الID. تمام، هاي بيكون نسبة حق الديليت، ما بيكون ذاك الزود معقد. زين، عقب ما يسوي الديليت سيده بيروح حق المنيو. نقدر شنو نحط له بعد شنو، انه هل تبغي بعد اسوي ديليت؟ زين، نحط له كوايل هل بعد تبي تسوي ديليت، فنقدر كل هاي نخليه في وايل. في حال قال يس ابغي بعد اسوي ديليت، ف نقدر يعني من مكان يطلع ويريد دش، لا نخلي مره واحده انه يكون وايل، انه اوكي سو ديليت بعد سو ديليت بعد سو ديليت، يكون افضل، يكون وايد اسرع، انه حط الاي دي انتر شور يس انتر كذي وكذي يقدر يمسح الليسته كلها من مكان يروح يطلع ويدش مره ثانيه. هاي مو عملي نوعا ما، فخلينا نسوي هالطريقه. خلي كامل في وايل او في دو، اعتقد دو افضل. دو بقول لكم ليش افضل، هاي كامل نخليه في دو. زين، لحظه هني بنحط وايل بنحط هني قوس. نقدر نساله سؤال هني، نقول له system dot out مثلا. زين، بنحط له على صيغة سؤال ونحط له قوس yes or no. وهني بنعرف شيء، خلينا نحط chart يكون أفضل. بنقول له another مثلا، another بس، هاي كفاية. هني بنعرفه. خلنا نعرف اي شيء لان الوايل بيعطيني غلط، تدرون خلي براويكم احسن. هني بنقول له another equal read dot next لنا chart، بنقول له char at zero. نفس الطريقة بيكون الوايل، الوايل بيشتغل في حالة ما عندنا هذي another، بنخلي بيعطينا error الحين. شوفوا الحين بيعطينا ايرور او ما اعطانا، اوكي ما اعطانا، تمام. خلي هني سيمي كولوم، هني سيمي كولوم. ساعات يقول لنا لازم نسوي له انيشلايز، فا اوكي ما اعطانا، تمام. في حالة اليس بس بيشتغل، فاذا خلينا له نوع وحرف ثاني ما بيشتغل، بيطلع من اللوب. خلينا نجرب. اول شيء لازم نضيف طالب، قول له وان، حط اي دي 18 مثلا، اسم اي، اسم الثاني بي عشان ما نضيع وقت. خلينا نقول ات جيميل، بعدين جندر ام، نو طلعنا. الحين نبغي نسوي ديليت، بنحط نفس الاي دي، بيقول لي are you sure، نقول له yes، صار true خلاص. تبي تضيف بعد واحد، خلى اول شيء بجرب انه في حال الستودنت مو موجود بنقول له yes. هني بقال لي id، خلى نحط نفس الid نشوف هل هو موجود ولا صار له remove، فنقول له yes، بعد نقول له yes false لانه already هاي شو اسمه، فنقول له no الحين ما نبغي.
طلعنا من البرنامج نقوله صفر تمام. فبهالطريقة شيكنا الكيس الثاني اللي هو الديليت. الكيس الثالث هو شنو بيكون؟ بيكون سيرج ستودنت. خلينا نشوف السيرج شنو كان يساوي بالضبط. اي سيرج حق شنو؟ انه بنشيك هل هالطالب موجود او لا تمام. فخلنا شوي نغير هني عشان كتبنا سيرج لا فايند. خلينا نقول فايند ستودنت. بعدين شنو عندنا هني؟ جيت ستودنت. خلينا هني نغيره الى جيت تمام. فهني فايند مثلا هل هو اعتقد هالميثود يعطيك ايه؟ يعطيك 1 او شو اسمه. احنا نقدر نخليه على اساس انه هل هو موجود او لا true or false. بنغير الرقم الى يعني بنحط if statement انه موجود او لا تمام. هاي نسبح الكيس 3. بعد نفس الشيء بنحتاج ID. بناخذ من هنا copy paste. بعدين بنشيك هل هو موجود او لا. هو بيعطيني 1 او 2. فهو مفترض اليوزر ما له علاقة في 1 او minus 1. لازم نشوف true or false. فبنقدر نخلي له system.out انه هو يضبط لنا هالشغلة تمام. فبنكتب له system.out او قبل system.out بنخلي هنا restore عشان يشيك لان نحتاج if statement. بنقول له هني integer index. خلينا نقول علشان ممكن نستخدم index في مكان ثاني فنقول index find student. هني بنكتب restore.search ونعطي شنو ال ID. الحين عقب ما حصلنا الـ ID نحتاج نخلي if statement. نقول له if if ID if index equal equal خلينا نقول minus 1. كذا طريقة نقدر نسوي اثنين system out او نسوي system out واحدة ونحط variable داخلهم اثنيناتهم يصير. فخلنا نسوي حاليا اثنين system.out. هاي حق ال if وهاي حق ال else. احنا بنقول له مثلا student not in the list id. بنحط ال id هني else. نقدر نجمل الهاي. بناخذ اول فقرة copy لحد هني بعدين بنقول له is نقدر نخلي الرقم ماله يعني صاير رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. here is خلينا نحط فاصلة بعد his his order number is
لاحظ زائد نفس الرقم اللي خذيناه اندكس بلاس هاي، ولكن نزيد عليه واحد لانه مثل ما تدرون انه بيكون الاندكسات اقل، فهاي بيكون. فخلنا الحين نشيك هالميثود، ممكن نخليه داخل لوب بعد نفس الطريقة، انه يسأله هل تبغي تشيك رقم طالب ثاني. هو دايما الافضل يكون بهالطريقة، ولكن مو شرط تخلونه، ممكن تخلونه انه مثلا مو شيء اساسي، انه مو كل مرة بيدور او مو كذا طالب. فاذا تبغون الكود بيكون كالتالي، بس عشان اكتب لكم بنستخدم دو نفس طريقة اللي سويناه هنا، بنكتب دو، بنعرف chart هنا فوق، بنغير ال variable هنا، بنقول له find مثلا، تمام. تقدرون تخلون variable واحد حقهم كلهم، شكلها اللي بنسوي، لان كل مرة قاعد نعرف variable وهاي ما له داعي. زين، وعقب هنا قبل البريك نكتب while، نصك القوس ونكتب while، حط هنا condition find. انا اشوف نغير ال variable، نحط variable واحد answer وخلاص، علشان ما نحتاج كل ساعة نكرر. ناخذ هاي ونفك روحنا، نعرفه فوق هنا. زين، انا اعتقد خلينا نحط اي شيء، نحط سبيس. وبعدين نشيل التعريفات، بس نخلي انسر عشان الكود يكون متكرر وما نحتاج كل ساعة نغيره. وهني بنشيل هاي وبنحتاجه، بناخذ كوبي انسر هني، ونفس الشغلة حق عشان يكون كوبي بيست وانتهى الموضوع. خلنا نجرب الكود. اول شيء لازم نضيف 2018، وخلنا احنا 2020، فخلنا نحط 2020 اي شيء مو مهم حاليا. at مثلا كذي نقول له نو. زين، الحين نروح 3 بنشيك 2020 موجود، عطاني رقمه 1. ليش عطاني 0 1؟ اوكي، لازم احطهم في قوس، تمام، لازم احطهم في قوس الظاهر عشان شنو ما يعطيني الرقمين. انا يعني صار هم اعطاني الجمع وهم اعطاني ذي، الظاهر هاي المشكله. زين، ما اعطاني سؤال، شوف هني ما حطيت سؤال، بس ولكن بس اقول له يس بيشيك مره ثانيه، بنحط مثلا 2018 مو موجود. زين، هني بعد ما اعطاني السؤال، خلينا نضبط هالشغلتين. اول شيء بنضبط هاي، بنحطها في قوس علشان يجمع لي الرقم، اول شغله. الشغله الثانيه بنساله عشان يكون واضح،
تمام، خلينا السؤال، فالحين بنشغل البرنامج مرة ثانية ونشوف. أول شيء أضيف اسم الهاي، نقول 2020. أي شيء إيميل at أي شيء جندر، خلينا نقول أم. نبي نضيف كورس، لا خلينا نضيف بعد واحد عشان نشوف إن هل بيحصله أو لا. 2018 حط أي شيء، خلنا نحط F، لا ما نبي نضيف كورس. الحين خلنا نروح حق الفاوند نشوف. أول شيء بنضيف 2020، قالي موجود رقمه أول واحد. تبي تدور على واحد ثاني؟ إيه يس. بنحط 2018، نقول اوكي موجود رقم 2. تبي تشيك على واحد ثاني؟ يس. نقول له 2017، يقول لك مو موجود. تبي تشيك مره ثانيه؟ لا طلعني برا. تمام، فصار بهالطريقه.